اليوم الدولية للديمقراطية مع الأسف لا يتم الانتباه إليه من قبل الجهات الرسمية في المغرب وفي مقدمتها البرلمان، لأن هذا اليوم قد أقره الاتحاد العالمي للبرلمانات وفيما بعد أقرته الأمم وتبنته الأمم المتحدة وفيما بعد تبنته الأمم المتحدة. ومع الأسف نحن في السنة الرابعة لإحياء اليوم الدولي على الصعيد العالمي، لكن نلاحظ أن هناك غياب للجهات الرسمية للوقوف عند هذا اليوم من أجل تقييم الأحوال بالبلاد وترتيب النتائج على هذا التقييم، أين وصلنا في اتجاه الديمقراطية. ووقفة اليوم للحركة المدنية تؤشر على أن هناك تراجعات لا تمس فقط الجوانب السياسية وإنما كذلك الجوانب الحقوقية، بحيث هناك اتجاه إلى ضرب استقلالية الحركة المدنية والحركة الحقوقية، وهو الاتجاه الذي لابد أن يواجه بكل قوة. وفي نفس الوقت يأتي هذا اليوم والاعتقالات مستمرة، على الخصوص من اعتقالات انتقامية وسط شباب 20 فبراير وعدة مناضلين سياسيين، وكذلك هناك تراجعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يجعل الديمقراطية بكل أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضرب في بلادنا بشكل يومي. والخطير هو هذا التراجع إلى ما قبل 20 فبراير 2011.